أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسا راسخا لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على مختلف أوجه الحياة، وأن مملكة البحرين اتخذت إجراءات استباقية لتخفيف تداعيات هذه الأزمة عن كاهل المواطن والحفاظ على صحته. وعبر سموه عن دعمه القوي للسلطة التشريعية للقيام بواجباتها وحرصه على توطيد التعاون بين السلطتين للنهوض بكل ما يخدم الوطن ويعزز من أمنه واستقراره ونمائه وفي كل ما يلبي تطلعات المواطنين في حياة كريمة أكثر ازدهاراً. وأشاد سموه بما يقدمه أعضاء السلطة التشريعية من دعم وإسناد لجهود الحكومة في المجالات كافة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وتعاون الجميع من أجل احتواء وتخفيف آثار جائحة كورونا وتداعياتها على المواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال سموه إن جائحة كورونا أثرت كثيرا على العالم في مختلف المجالات، وأن البحرين جزء من هذا العالم، وعلينا أن نكون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تتطلب منا تعاونا أكبر ومراجعة لبعض القوانين والتشريعات وتطويرها بما يتناسب ومستجدات الأوضاع. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه في الرفاع صباح اليوم لمعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث بحث سموه معهما جملة من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. وخلال اللقاء أكد سموه أن رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسهمت في دعم قرارات الحكومة التي عملت على تقديم الدعم اللازم للتخفيف من حدة جائحة كورونا على المواطن ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة لمواصلة أعمالها ومسيرتها في خدمة مسيرة التنمية. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأعضاء السلطة التشريعية على سؤالهم واطمئنانهم على صحة سموه أثناء تواجده في الخارج، وقال سموه إن سؤالهم عنه واهتمام ودعوات المواطنين له كان لها أثر كبير في النفس وزادنا عزيمة على مواصلة العمل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين، فنحن كنا نتابع دائما ما يطرحه أعضاء السلطة التشريعية من نقاشات ومقترحات تسهم في دعم عمل الحكومة. وأشاد سموه بالوعي والثقافة التي يتحلى بها شعب البحرين وإسهامه الكامل في تعزيز جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، معربا سموه عن شكره وتقديره لرجال الصحافة والإعلام على دورهم الوطني في توعية المجتمع وتحفيز الجهود في التصدي لجائحة كورونا. كما أشاد سموه بالعطاءات النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية في مملكة البحرين في التعامل مع أزمة كورونا، والتي توجت بتحقيق نجاحات مشهودة في احتواء هذا الوباء. وجدد سموه التأكيد على أن البحرين تبذل كل الجهد لحماية أبنائها المواطنين في الداخل والخارج، وتتخذ من الإجراءات ما يضمن لهم سلامة صحتهم في ظل هذه الأوضاع. وأكد سموه أن العمالة الوافدة بمملكة البحرين ومن منطلق دور المملكة الإنساني تحظى بكل الاهتمام، وذلك من خلال العمل على توفير المأوى والرعاية اللازمة، مشيرا سموه إلى أن أصحاب العمل يتحملون مسؤولية مشتركة في توفير المساكن والبيئة الصحية للعمال، وعليهم اتباع جميع التعليمات بحسب الأنظمة والقوانين. من جانبهما أعرب رئيسا مجلسي النواب والشورى عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة عودة سموه سالما معافى إلى أرض الوطن، وأشاد بتوجيهات سموه الأخيرة التي أسهمت بجهد حكومي بارز في احتواء أزمة كورونا عبر وضع خطط مدروسة للاهتمام بالمواطنين في الداخل والخارج. وقال إن سموه هو الميزان الذي يطمئن له الناس، فسموه حريص على متابعة كل ما يهم المواطنين من أمور ويأخذ زمام المبادرة إلى حلها.
وأضاف إن ما حققته مملكة البحرين من نجاح مشهود في التعامل مع أزمة كورونا والذي نال إشادة وتقدير العالم ثمرة لما حققته الحكومة برئاسة سموه من إنجازات في توفير بنية تحتية قوية ومتميزة مقارنة بالعديد من الدول. تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لكي نطمئن على عودته الميمونة لأرض البلاد، ولله الحمد هو بخير وبصحة وسلامة وعافية. نقلنا له تحيات السلطة التشريعية بمجلسيها، وإن كان هو بعيدا عن مملكة البحرين لعدة أشهر، ولكن كان قريبا من كل قضايا الوطن والمواطنين خلال تلك الفترة، ومتابعا دقيقا وقريبا لكل الموضوعات والقضايا التي تطرح في مجلس النواب، ويسعى معنا يدا بيد من أجل حلها ومتابعتها والوصول إلى أفضل الحلول المناسبة للمواطنين. طبعا في الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها العالم حقيقة بالنسبة لهذا الوباء المتفشي في العالم، وجدنا بأن ولله الحمد شيء نفتخر فيه في مملكة البحرين، إن نحن كمملكة البحرين نتيجة الرعاية الأبوية يعني والحكيمة من جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، ومتابعة سمو ولي العهد مع فريق البحرين بشكل قريب ومباشر لكل القضايا التي جعلت من البحرين نموذج يحتذى به بهذا المجال. تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، واطمأنينا على صحته وعلى سلامته، وكانت هذه فرصة كنا ننتظرها من زمان بحيث نراه وجها لوجه ونعبر له عن مشاعرنا القلبية بسلامة عودته إلى أرض الوطن، هذا الوطن الذي يحمل له كل الحب وكل التقدير على مسيرته الحافلة طوال العقود الماضية، والحمد لله وجدناه بصحة وعافية، وهذا هو سمو الأمير، هذا هو الذي عرفناه، والحمد لله شكرناه على استقباله أولا وعلى تعاونه مع السلطة التشريعية وتسهيل كل قضايا الوطن والمواطنين، وتمنينا إن شاء الله أن يعود إلى هذه المسيرة الوطنية الحافلة بحيث أن نلتقي معه كما كنا نلتقي دائما للتباحث في شؤون هذا الوطن، فإحنا نقدم له كل الشكر وكل التقدير على هذا الاستقبال وعلى هذا اللقاء الطيب، وما سمعناه منه أثلج صدورنا.